وصفة الفراخ بالسبانخ. عندي صدور فراخ مخلية، وعندي جبنة كريمي أو أي جبنة بيضة أنتوا حابينها، مفيش مشكلة خالص. سبانخ، زيت زيتون، جبنة موتزاريلا، وبعد كده للصوص عندي توم، زيت زيتون، فلفل أحمر مجروش، تقدروا طبعا تخلوه بابريكا لو أنتوا مش عايزينها تطلع حراقة. حطينا هنا ملح وفلفل، بهارات إيطالي، توم مفروم، فلفل حار، ممكن نزود معلقة بس ليمون، معلقة عصير ليمون، معلقة زيت. ادي تتبيلة الفراخ. واتبل الفراخ كويس جدا بعد ما غسلناها كويس قوي بالليمون والخل الدقيق والملح ومية الحنفية، وشطفناها كويس جدا وفتحناها كده زي يعني زي كتاب كده، بس مش متخلص للآخر من الطرفين علشان نقدر ان احنا نحشيها اهو. اوكي، هاخدها بقى اتبلها بالتتبيله دي كويس جدا. هنا صدر فرخه لكل مواطن، فشوفوا انتوا عددكم كام اهو، من جوه ومن بره كويس قوي، اخدت تتبيلتها كويس. ممكن اخد دي اشويها على فكره من غير حشو، ممكن ناخد دي كده نشويها من غير حشو اذا حبيتوا اهو. تمام، هجيب بقى هنا عشان نحشي الفراخ. الطاسة دي سخنة مولعة علشان دي اللي ندي الشوك بتاع الفراخ فيها. نيجي بس كده عشان تشوفونا اهو. اخد بقى الصدور اللي احنا كنا فاتحينها اهو كده للحشو، واقوم واخدة جبنة كريمي، جبنة موتزاريلا، سبانخ، واقفل. عايزين تقفلوا بخلة سنان ماشي، عايزين تقفلوا كده اوكي. هاخد الزيت او زبدة او سمنة اللي انتوا عايزينه، ادي معلقة زيت كده محترمة يعني معلقة زيت كبيرة، واقوم واخدة الفراخ، بسم الله الرحمن الرحيم، حطها هنا بصوا اهو، هتترفع على الطبق اللي هيخش الفرن لتكملة التسوية، بسم الله الرحمن الرحيم. والطاسة دي لسه عايزينها، هاخد ده كده هنا وبعدين اوسع، واخد هنا معلقة زيت بعيد عن النار كده، واخد معاها ملح، فلفل اسود، واخد معاهم ثوم مفروم وشطه وبهارات ايطالي اهم اللي احنا استخدمناهم اصلا في تتبيل الفراخ هنا في الطاسه اهو. وهقطع عليهم السبانخ يا مدام يسر. وبعدين اقوم نازله بالجبنه الكريمي، الجبنه الموتزاريلا، نزلت الجبنه بنعمل ايه؟ حافظين احنا، نرفع من على النار، نقلب كويس قوي، وبعدين نقوم مديين. ما عنديش كتل يا جماعه، وما عنديش جار فيه ميه، اشتغل بايه انا؟ ناخد شوية مية من هنا. يا الله، نحطهم هنا، نقلب كل ده مع بعضه اهو،
بقى عندنا صوص من الجبن والتوابل والسبانخ. هنقوم عاملين ايه؟ هنقوم جايين هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، منزلين الصوص ده مع الفراخ، والفراخ دي على الفرن.